موجة غضب واستنكار عقب تسريب صحيفة الموندو قيمة العقد الموقع بين نجم كرة القدم ليونيل ميسي ونادي برشلونة، وكشفت الصحيفة أن قيمة العقد تتخطى النصف مليار يورو، الأمر الذي جعل الكثيرين يحملونه مسؤولية الأزمات الاقتصادية في النادي. وقد أعلن برشلونة في وقت لاحق أنه يقف إلى جانب نجمه وأنه سيلاحق الصحيفة الإسبانية أمام القضاء. الثلوج تغطي البيت الأبيض ومبنى الكابيتول مع استعداد العديد من المناطق في الولايات المتحدة لعواصف شتوية. وقالت وسائل إعلام محلية أن منطقة واشنطن تتوقع تساقط الثلوج تتراوح بين 10 إلى 25 سنتيمترا، ليكون أول تساقط كبير للثلوج منذ عامين. نبقى مع ثلوج واشنطن، حيث انزلقت باندا عملاقة في حديقة الحيوان سميثسونيان الوطنية بواشنطن وهوت وتدحرجت في الثلج، وبدت وكأنها تحتفل بالعاصفة الثلجية في العاصمة الأمريكية. نتابع الفيديو. الصمت يسود قنوات البندقية، فلا موسيقى ولا عروض ولا محتفلين في الأزقة الضيقة والجسور بعد إلغاء الكرنفال السنوي بسبب احتياطات فيروس كورونا. ففي اليوم الذي كان من المقرر أن يبدأ فيه كرنفال البندقية وباستضافة موكب أسطول ليلي، بقيت القنوات مهجورة والعبارات فارغة، إذ عادة ما تمتلئ البندقية بآلاف السياح من جميع أنحاء إيطاليا والعالم يرتدون أزياء وملابس متقنة. السيارات الكلاسيكية والقديمة تضيف لمسة من الأناقة والحنين إلى باريس في العبور الشتوي للعاصمة الفرنسية، وذلك بمشاركة قرابة 700 مركبة من مختلف العصور، بما في ذلك السيارات والحافلات والدراجات النارية والدراجات البخارية وحتى الجرارات، وهي تسير في جميع أنحاء المدينة. فاصل ونعود لمتابعة ما تبقى من صباح العربية.